نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. صباح الأجواء الإيجابية للأبراج الفلكية، إن شاء الله نهاركم زين مليان بالخير والطاقة اللي ترد الروح. كيف الحمل يعيش حب جديد، عنده مفاجأة سارة وهدية بقدرة ربي راهي على قريب، والتطورات الحلوة من نصيب برج الثور نهاير عاطفي بامتياز نجم وساطع بالحظوظ الكبيرة والأخبار الإيجابية. نتعاضي وللجوزة أسئلة كثيرة ومدى حول زي الشخصية المتنقة، والسؤال المطروح هل زوجة رجل بوري امرأة محظوظة؟ تقرير خليل زروق. أسئلة كثيرة حول مصير زوجة رجل الجوزاء، الجوزاء المتناقض والمزاجي. زعم زوجة رجل الجوزاء امرأة محظوظة، انتقلنا على عين المكان ورصدنا تصريحات من نوع رجل الجوزاء عفوي ويحب الحب، قالوا عليه اللي هو شخصية متقلبة، أما يعشق المغازلة، يعشق التغيير خاصة في علاقاته العاطفية ويكره الروتين. زوجة رجل برج الجوزاء ربي معاك. نهاية عاطفية جوزاء يحكي على مبلغ مالي مهم، يحكي على الفلوس وين تتخلص زيدة من بعض الضغوطات المهنية، والسرطان عنده انطلاقة جديدة، والمستقبل راهو يبشر بالخير والحظوظ الكبيرة، فما أحداث سارة وين تتسهل بعض الأمور اللي كانت الحقيقة صعيبة عليك شوية من الأول، والحظ راهو حليف برج الأسد، تتغير المعطيات والتغييرات هذه راهي باش تكون للأفضل، تهتم زيدة ببعض المشاريع الجديدة والفرصة راهي بيني ديك، والفلك يحكي زيدة على منصب مهني جديد، إن شاء الله يا رب يسهل. والعذراء عرف كيفاش يتجاوزك الفترة الصعبة اللي كانت الحقيقة معرق لا أعمال، واليوم راهو فما بشارة، أما راك في حاجة لصديق الحبيب للتعبير، خذ كلمة وهات كلمة. نتعدي وللميزان، عنده إنجازات مهمة، ترتفع المعنويات، نهير الحركة، عرفت كيفاش تحدد أولوياتك، فما مكافأة وحسم لبعض القضايا المهنية العالقة. إلى عقرب قادر على إدارة بعض الأمور، وعرف زيدا كيفاش يحافظ على إنجازاته، تعيش زيدا أجمل لحظات حياتك وتقابل حب جديد، والبداية راهي مشجعة. والقوس زيدا عنده خبير سار في الطريق، تكثر اتصالاتك وتعيش احتفالك، إن الاحتفال راهو من نوع خاص. والجدي قدرة كبيرة على محاربة الضغوطات، فما تصالح وتفاهم وين تتحسن زيدا أمورك المالية. الدلو راني نحبك هادي، وتجنب عايشك إثارة المشاكل ورد بالك لتخالف القوانين، وتتبدل زيدا المعطيات. البرج الحوت فما تعويضات وأخبار ترجع فيك الروح.